الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في هذا اللقاء سنتكلم عن التعريف بالعقيدة الإسلامية، سنتكلم عن العقيدة في اللغة، العقيدة الإسلامية في الاصطلاح، مرادفات مصطلح العقيدة، ثم نتكلم عن العقيدة وآثارها، وعن حكم معرفتها وحكم الدعوة إليها، تعريف العقيدة العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد وهو الربط والإبرام والإحكام والشد بقوة، ويكون العقد في الأمور الحسية كعقد الحبل عندما نجمع أطرافه ونربطها، ويكون أيضا في الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد الإجارة وعقد النكاح إلى غيرها، وما يصدقه الإنسان ويدين به يسمى أيضا عقيدة والاسلام عندنا عقيدة وشريعة، فالشريعة هي الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات مثلا، وأما العقيدة فمتعلقة بالأمور العلمية القلبية التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها، وأما تعريف العقيدة الإسلامية في الاصطلاح، فالعقيدة الإسلامية هي تلك العقيدة التي بعث الله بها الانبياء والرسل، والتي اوجبها الله عز وجل على جميع الخلق من الجن والانس. وتتمثل هذه العقيده في الايمان الجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وبكل ما ثبت من اصول الدين وامور الغيب واخباره. وهنا بعض التنبيهات التي يجمل بنا الوقوف عليها فنتكلم عن مرادفات مصطلح العقيدة الإسلامية فأسماء علم العقيدة كثيرة فيسمى بالتوحيد لأن أشرف مباحث علم العقيدة هو التوحيد والكلام عن الرب تبارك وتعالى عن ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته يسمى أيضا السنة والسنة هي الطريقة ف اطلق على عقيده السلف السنه لاتباعهم لطريقه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى ايضا بالايمان لاشتماله على امور الايمانيه، ويسمى ايضا باصول الدين، واصول الدين هي الاركان، يعني اركان الاسلام والمسائل القطعيه وما اجمعت عليه الامه، ويسمى ايضا بالفقه الاكبر، وهو مرادف لاصول الدين ومقابل للفقه الاصغر المتعلق بالاحكام ويسمى ايضا بالشريعه اي ما شرع الله ورسوله من سنن الهدى واعظمها ما يتعلق باصول الدين هذه هي بعض مسميات مصطلح العقيده. التنبيه الثاني اننا اذا اطلقنا العقيده الاسلاميه فان المراد بها عقيده اهل السنه والجماعه. وهي العقيدة الموافقة للكتاب والسنة والتي كان عليها السلف الصالح، والكلام الآن عن العقيدة وآثارها، تنقسم العقيدة إلى قسمين، فهناك عقيدة سليمة، وهناك عقيدة فاسدة، ولكل عقيدة آثار على معتنقيها في الدنيا والآخرة، فإن كانت هذه العقيدة موافقة لما جاء في الكتاب والسنة فهي عقيدة سليمة، وإن كانت مخالفة فهي عقيدة فاسدة. وإذا ما أردنا أن نتكلم عن آثار العقيدة السليمة، فنقول إن العقيدة السليمة تُقبل معها الأعمال الصالحة وتنفع صاحبها، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وايضا فالعقيده السليمه تكفر الخطايا لقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. ايضا العقيده السليمه تنجي من عذاب الله في الاخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، والعياذ بالله. ايضا من اثارها انها تعصم الدم والمال في الدنيا وتحرم الاعتداء عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وايضا فالعقيده السليمه تكسب اصحابها العزه والتمكين والظهور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأما العقيدة الفاسدة فآثارها سلبية وخطيرة، فهي أولاً تحبط الأعمال، أي تبطلها، كما قال الله عز وجل: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين". ومنها أيضاً أنها تحرم صاحبها من الجنه والمغفره وتوجب له العذاب والخلود في النار والعياذ بالله كما قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن اثارها ايضا انها تهدر الدم وتبيح المال قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله حكم معرفة العقيدة الإسلامية. يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية حتى لا يقع فيما يفسد هذه العقيدة أو ينقصها من الشرك، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وإذا كان الأمر كذلك، فالواجب على ولاة الأمر من المسلمين أن يعتنوا بأمر العقيده وتعليمها للناس حتى يكتب الله تعالى لهم سعاده الدنيا والاخره حكم الدعوه الى العقيده الاسلاميه الدعوه الى العقيده الاسلاميه واجبه وهي فاتحه دعوه الرسل فجميع الرسل من لدن نوح عليه السلام وحتى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بالدعوه الى العقيده كما قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكانوا يبدأون بالدعوة إلى العقيدة قبل الدعوة إلى أي شيء قبلها، من فعل الواجبات وترك المحرمات، حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق، لأن العقيدة هي الأساس المصحح لجميع الأعمال، وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يثاب عليها. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة بعد البعثة وهو يدعو إلى التوحيد وكان إذا بعث الرسل يدعون إلى الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يدعون أول ما يدعون إلى توحيد الرب تبارك وتعالى فهي على ذلك واجب كفائي وفي هذا القدر كفايه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد